أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الحديث في البحث الماضي قد بدأ بذكر القضايا الموجهة والبحث الخاص في القضايا الموجهة، وذكرنا بأن أنواع الموجهات أول قضيتين، عفوا أنواع الموجهات تنقسم إلى قسمين، بسيطة ومركبة، والسبب في هذا التقسيم هو الانحلال وعدم الانحلال، للسبب الذي ذكر في الجزء الأول من ناحية وجود الجزء وعدم وجود الجزء، يعني ببقية الشرائط الأخرى التي أشير إليها في مبحث يعني المركب، يعني في مبحث المركب. وبدأنا بالقسم الأول من هذه الموجهات وهي البساط، وذكرنا قضيتين وهما القضية الضرورية الذاتية والمشروط العام. وقلنا بأن الضرورية الذاتية، طبعا هنا بحث لعله يذكر دائما في الحواشي أو في المقرر، لعله وهو بحث النسب بين القضايا، بحث النسب بين القضايا أساسا هو المصنف لعله يتعرض له، يعني من باب الفائدة إنما يذكر، إذا ذكر فيذكر من باب الفائدة، وإلا هو البحث يعني غير موجود كأنه في الكتاب الذي، نعم هناك بعده في كتابة أعلى من هذا، لعله في الحاشية، لعله تلقى مثل هذا البحث. القضية الأولى وهي القسم الأول وهو الضرورية الذاتية، قلنا بأنه هناك عنوان الضرورة أو قضية ضرورية تصير نسبة، وتنقسم إلى قسمين، أو تطلق القضية الضرورية أو تكون السبب في الضرورة الحكم فيها ضروري في قضيتين من القضايا البساط، وهي الذاتية إذا كان سبب الحكم بالضرورة هو نفس الذات بدون قيد أو شرط، والوصف يعني العنواني كما في المشروطة العامة. وهذا بعد مثاله كما أشير إليه من قبل المصنف وأشرنا له. الأول هو مثلا عنوان يعني مثال الإنسان والحيوانية، والثاني هو مثال الماشي وثبوت التحرك له. فقال المصنف بأنه وجوب هذا الأمر يدور مدار ثبوت الوصف العنواني، يعني الإنسان كذات لا يمكن أن يكون متصفا بوصف التحرك ما لم يكن متصفا بعنوانه عليكم السلام، وعنوانه هو أن يكون ماشيا. فإذا لم يكن ماشيا، يعني إذا لم يكن متلبسا بالمشي فعلا، فلا يمكن أن يكون التحرك ثابتا له. ثم بدأنا سنبدأ بالقضية الثالثة وهي القضية الدائمة المطلقة. فهنا في القضية الدائمة المطلقة أيضا، عندما جئنا إلى الضرورية أو إلى الضرورة انقسمت إلى هذين القسمين، وهما الضرورية الذاتية والضرورية اللي هي ضرورية الوصف العنواني. عنوان يجمع بينهم. أيضا في القضية الدائمة أيضا، هذا في الدوام أيضا، ولكن كما أن الضرورات كوصف للمحمول يمكن أن لا يكون هناك شيء دخيل ويعني مؤثر فيه، كذلك أيضا هنا يعني في الدائمية، كذلك أيضا هناك الدائمة يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون الدوام أيضا يدور مدار الذات لا علاقة له يعني بغير، فالدوام بسبب الذات، الضرورة بسبب الذات، فأيضا يمكن أن تكون هنا عندنا دائمة، ماذا عبر عنها؟ الدائمة المطلقة، وعندنا أيضا دائما نوع آخر عبر عنها بالعرفية العامة.
هذه القضية هنا نفس الحديث الذي تقدم في المبحث الأول الخاص بالضرورية يجري هنا، كأنه الحكم بالضرورة إذا كان الأمر المتحكم فيه أو الذي يدور عليه هو الذات فتنسب إليه لأنه مجرد ذات ضرورية. ولا لا طبعا هذا قد يقال، يعني قد يقال المفروض أنه يعني تكون الأسماء متشابهة باعتبار الأسباب متشابهة، ولكن على كل حال هذه تسميات، ليس المقصود من التسميات أن تكون دالة على تمام المسمى إلا إذا كانت هناك عملية تشويش. القضية لا تحتاج إلى مثل هذا التدقيق في الاسم، لأن الاسم بالحقيقة هو أقل رتبة من المصطلح. يعني الإنسان لما يسمع كلمة يعني يسمع الكلمة التي هي مصطلح ربما لا يعني يتوقف كثيرا، مع أن المصطلح يمكن أن يؤثر في إدخال شيء أو إخراج شيء أو ما شابه. وأما الاسم فلا، لأن الاسم كثيرا ما كما يقال ما تكون العناوين خداعة، يعني الإنسان إذا سمي باسمين كثيرا ما يكون وضعه على خلاف ما على خلاف اسمه. فالأسماء حتى في القضايا الفنية كثيرا ما تحتاج إلى يعني أسباب بصورة عامة، يعني صورة عامة حاجتها إلى الأسباب، يعني حاجتها إلى أسباب التسمية. وسبق أن ذكرنا أيضا بأنه أسباب التسمية هذه لا يشترط فيها الاضطراد، فتحتاج ماذا؟ تحتاج إلى سبب للتسمية فقط، أكثر من ذلك لا تحتاج. فإذا كان السبب موجودا فعد لا يدقق في قضية التسمية من هذه الجهة. فإذا يعني كما قال المصنف، فإذا رأينا مثل هذه القضية وهي القضية الدائمة سنرى بأن دوام ثبوت المحمول هذا الدوام لا علاقة له بشيء آخر غير نفس الذات، دائم بسبب هذه الذات، بسبب هذه الذات وضع فقط هذه الذات بسببها يكون ماذا؟ يكون المحمول ثابتا يعني لهذا الموضوع. إذن ما دامت الذات موجودة فهذا المحمول ثابت، هذا ليس أكثر من ذلك. في قبالها القسم الآخر وهي العرفية العامة. في العرفية العامة أيضا يوجد عندنا قضية دائمة، إلا أن هذا الدوام لا يدور مدار الذات، كما أن الحكم بالضرورة في المشروطة العامة لا يدور مدار الذات إنما يدور مدار الوصف العنوان. هنا أيضا نفس الدوام أيضا يدور ماذا؟ يدور مدار الوصف العنواني. هسه قد يقال بأنه بالنتيجة بينهما يعني بالنتيجة الدوام والضرورة أيضا يمكن أن تلحظ بينهما نسبة، يمكن أن تلحظ بينهما نسبة، لأن الأمر الدائم سيتضح بعد ذلك أن الأمر الدائم ليس أمرا ماذا؟ ليس أمرا ضروريا، وإنما هو يشمل الضروري وغيره باعتبار أن يعني الدوام هو ليس أمرا ثابتا للشيء على نحو الضرورة إنما على نحو الدوام، وهذا الدوام قد يكون ماذا؟ يعني قد يكون ضروري بالذات وقد لا يكون، لأن الضروري يعني يكون في قبال المصطلح الذي أشرنا له وهو الوجوب. فإذا كان بمصطلح الوجوب يعني بأنه لا يمكن أن يتصور انفكاكه عن الذات، وإذا تصور انفكاك عن الذات سيؤدي إلى تهدم ماهية ماهية الموضوع. ومن الواضح أن ماهية الموضوع إذا تهدمت فلعن ذلك أن هذا المحمول ليس أمرا من ذاتياته، يعني من ذاتياتها التي تثبت لها على نحو الضرورة، وإلا يعني لم نفك عنها. لذلك قال الدائمة المطلق، قال وهي ما دلت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه. بأي شرط؟ قال بشرط ما دام الموضوع بذاته موجودا. هذا الأمر الأول، أن عملية دوام ثبوت المحمول للموضوع مشروطة بدوام وجود الموضوع بذاته، دوامه بذاته لا شيء آخر، يعني ليس مشروطا وجوده بأن يكون متصفا بشيء، مجرد نفس الذات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول هذا الذي
يكون دائم الثبوت، قد نلاحظ بأنه يكون أمرا ضروريا وقد لا يكون أمرا ضروريا. فنلاحظ بأنه هو دائم ولكنه ماذا؟ ولكنه في نفس الوقت، لا في نفس الوقت ضروري أو دائم ويمكن أن ينفك. فعندما يقال دائم الأعم من أن يكون قابلا أو ليس بقابل. فمن هنا قال سواء كان ضروريا، يعني سواء كان المحمول ضروريا، يعني اسم كان، سواء كان المحمول ضروريا له أو لا. مثال ذلك ما هو؟ قال نحو كل فلك متحرك دائما، كل فلك متحرك دائما لا زال الحبشي أسود. طبعا هسه قد يقال هكذا، قد يقال انه ما دامت المسألة لا علاقة لها بالذات، فلماذا المصنف لم يأتي بأمثلتين تدل على العموم أساسا؟ يعني صحيح نحن لا نجد مشكلة في زوال السواد عن الحبش، لا نجد مشكلة، كما لا نجد مشكلة، عليكم السلام، لا نجد مشكلة في زوال الحركة عن القمر أو عن الفلك، إلا أن هذه الأمثلة لو جيء في، يعني لو جيء معها بأمثلة تدل على الثبوت للذات تكون ماذا؟ أمثلة صحيحة. لا هو أنا أساسا لأنه يعني لأنه سبحت، تكون هذه أمثلة صحيحة، جزاكم الله، ستكون أمثلة صحيحة. لماذا لم يأتي المصنف بأمثلة تدل على يعني على هذه العمومية، باعتبار أنه قال ماذا؟ باعتبار أنه قال سواء كان المحمول ضروريا أو لا، فالمفروض أن يأتي بمثال يبين لنا هذه العمومية. السبب في ذلك واضح، ما هو السبب؟ السبب أنه في مقام التعليم إذا كان يأتي بمثال ينطبق على القسم الذي سبقه مثلا أو الذي سبقه مثلا ويريد أن يطبقه في هذا المكان، هذا سيؤدي إلى التشويش، لأنه الناظر في الأمثلة ماذا لن يفرق بين المثال الذي يكون للضرورة الذاتية وبين المثال الذي يكون ماذا؟ للدائمة المطلقة. فيقول مثلا الإنسان حيوان دائما، يمكن أن يكون مثال نفس، لا معنى، لأن الدائمة المطلقة أعم من الضروري. فمن أجل تنويع المجيء بالأمثلة التي تكون فيها ما تكون فيها قضية الدوام واضحة بأدنى درجاتها، لأنه الأدنى الدرجات ما هي؟ أعلى الدرجات أن يكون دائما واقعا، يعني دائما ولا ينفك، وأقلها دائم وينفك، الجامع بيناتهم أنه ينفك. فبالنتيجة المفروض يكون المثال على أقلها حتى يكون معبرا عن العام، لأنه العام يجب أن يكون موجودا حتى في المثال الذي يشير إليه. لذلك عندما جاء بالأمثلة ما جاء بأمثلة يكون فيها ثبوت المحمول ضروريا، حتى لا يلزم من ذلك التشويش بين أمثلة الضرورية الذاتية وبين أمثلة الدائمة المطلقة، لأنه يمكن أن تكون أمثلة الضرورية الذاتية أمثلة للدائمة المطلقة بتغيير ماذا؟ بتغيير الجهة، بدل أن تقول بالضرورة تقول ماذا؟ بالدوام. قال فإنه لا يمتنع أن يزول سواد الحبشي وحركة الفلك، ولكنه لم يقع، لم يقع. يمكن أن يكون الإنسان الحبشي ليس أسودا؟ يمكن، صحيح. ما هل هذا يضر بذاته؟ لا يضر بذاته، إما ما هو لأنه وجد بهذا اللون، ففي الخارج موجود بهذا اللون، الحبشي يوجد أسودا، ولكن ذاته هل سواده من مقومات الدار؟ كلا، هو مقوماته كمقومات الإنسان الأبيض، حيوان ناطق ليس أكثر من داري.
هذه القضية الثالثة. القضية الرابعة هي العرفية العامة أيضا من قسم الدائمية. قال: وهي من قسم الدائمة أيضا، ولكن الدوام فيها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته. هذا الحديث نفس الحديث في المشروطة العامة، كما أنه في المشروطة العامة كانت الحركة نعم دائما عفوا هذا كل فرق دائما هذا نقدروا بلا ما هي موجهة. لا ليش موجه؟ قال سواء كان ضروره ولا دائما هو هذا نفس الحديث نفس القضية التي جهدها الدوام. كل فلك متحرك هذه القضية دائما جهة دائما هو جهة. كذلك لا زال الحبشي اسودا، لا زال حسن، لا زال دائما اه اي يعني دائما، فهذا المقصود يعني هذه دائما هي الجهه. ذلك الان احنا في قسم دائمه، فالدائمه مثالها هذا الذي ثبوت الحركه للفلك على نحو الدوام او ثبوت السواد للحبشي على نحو الدوام، وهو امر ماذا؟ وهو امر يمكن ان ينفك عن الحبشي وعن الفلك، لان الفلك اذا تصور غير متحرك لا مشكله يبقى فلك، ولكنه فلك ثابت، فلك ثابت. قال: وهي من قسم الدائمة، ولكن الدوام فيها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته. هذا نفس الحديث الذي جرى مع المشروطة العامة. هناك كان المحمول ثابتا لذات، وفي المشروطة العامة ثابتا للذات مع الوصف. هنا أيضا دائم للذات ودائم للذات يعني مشروطا بالوصف. قال: فهي تشبه المشروط العامة من ناحية اشتراط جهتها ببقاء عنوان الموضوع، نحو كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتب. عليكم السلام ورحمة الله. فهذه القضية مثالها أن الإنسان الكاتب يكون متحرك الأصابع دائما ما دام كاتب، فتحرك الأصابع الإنسان الكاتب لأنه كاتب، يعني كما يقال إذا نظرنا إلى الكاتب كذا إذا نظرنا إلى الكاتب كذا لن يكون تحرك الأصابع دائما له ثابت، لأن ذاته لا تقتضي ثبوت الحركة. الذي يقتضي ثبوت الحركة هو جمعه بين ما جمعه بين الأمر، وهو أن يكون وصف الكتابة ثابتا له. فإذا أصبح كاتبا فعلا إذا صار كاتبا فعلا عند ذلك ما عند ذلك يمكن أن يقال أنه كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتب. أما أن النظر إلى الذات ذات الكاتب، فذات الكاتب هذا بدون عنوان الكاتب أو عنوان الكاتبية لن يثبت له عنوان تحرك الأصابع على نحو الدوام، يعني قد يكتب. ولذلك قال: فتحرك الأصابع ليس دائما ما دام الذات، ولكنه يعني تحرك الأصابع دائم ما دام عنوان الكاتب ثابتا لذات الكاتب. طبعا هسه واضح عرفية عامة قسم من أقسام واضح عرفية عامة قسم من أقسام قضية الدائمة. سمت عرفية عامة لأن الإنسان بملاحظة هذا الأمر بمجرد أن يسمع ماذا؟ بمجرد أن يسمع أن شخصا كاتب ماذا يتصور؟ يتصوره يكتب، وبالتالي ماذا؟ يقول أصابعه تتحرك. هكذا يفهم الإنسان من عنوان الكاتب، يفهم ماذا؟ يتفهم أن تحرك الأصابع ثابت دائما، تحرك الأصابع موجود ثابت له. هذا إذا كان يعني هذا الأمر يعني في العرف
يفهم؟ قالوا أنه هذه قضية عرفية، العرف يفهم أن الكاتب يكون تحرك الأصابع. ولذلك هناك في المركبات سيكون في قبال العرفية العامة عرفية خاصة. هذا الذي أشار إليه المصنف في المثال، كل كاتب متحرك الأصابع دائما، هذا ما دام كاتبان هذا المفروض مو هنا يجيبه، يجيبه المفروض هناك في العرفية الخاصة، باعتبار أن هذا الثبوت اللي هو تحرك الأصابع قد يتصور فيه الدوام من جهة ماذا؟ من جهة أنه كاتب فقط، لا من جهة أنه كاتب ومتلبس بالكتاب. يقال في بعض الأحيان فلان كاتب، بمجرد أن يقال فلان كاتب قد واحد يفهم شنو أنه يكتب، فيقال له ماذا؟ يقال له لا، أنه يجب أن يكون ذلك ماذا؟ مشروطا بدوام الاتصاف بالكتابة، لأن تحرك الأصابع إنما يكون لمن كتابته فعلان فعلية الآن حاصلة، أما الذي تكون حاصلة بالنسبة له عند ذلك يكون خارجا. ولكنه يقول ولكنه دائم ما دام عنوان الكاتب ثابتا لذات الكاتب. هذا القسم الثاني اللي هو ينقسم إلى قسمين، وهما الدؤمة المطلقة والعرفية العامة. طبعا هذا العامة راح تصير عامة في قبال الخاصة، ليس أكثر من ذلك. القسم الخامس يعني وهو الثالث من الأقسام العامة، المطلقة العامة. المطلقة العامة التي هي جهتها الفعل، يعني الفعلية. طبعا لعله ما في الجزء الأول أكو ذكر أو ما أكو ذكر، لعله هناك في مبحث التناقض سيأتي من شروط التناقض، يعني أن يكون هناك اتحاد بالقوة والفعل، سيأتي هناك إن شاء الله في مبحث التناقض. القوة والفعل، القوة هي الاستعداد القابلية، الفعل هو التحقق الخارجي، تحقق يعني الأمر في الخارج. يقال فلان عالم بالقوة طالب بالفعل، فلان خير بالقوة أو خير مثلا بالفعل مثلا ظالم بالقوة، ممكن واحد يقولها. وهكذا يعني الأشياء التي لها يعني يوجد في الإنسان قابلية للاتصال بها لا مانع من أن يعبر عنها بهذا التعبير، فيكون هذا الأمر الذي يمكن أن يتصل به يمكن أن يعبر عنه بالقوة. الأمر الذي يتصل به فعلان يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بالفعل. هذه القضية اللي هي القضية الخامسة اللي هي المطلقة العامة تسمى الفعلية، وهي إذا كانت النسبة قد خرجت من القوة إلى الفعل، يعني من حالة الاستعداد إلى حالة التحقق الخاص. من حالة الاستعداد يعني كل إنسان في الخارج يمكن أن يكون طالبا حتى وإن لم يكن طالبا، يمكن أن يكون طالبا وإن لم يكن طالبا، ويمكن أن نعبر عنه بأنه طالب حتى وإن لم يكن بالفعل طالب، ولكن نقيد هذا يعني نقيد هذا التعبير بالقوة. فإذا أصبح طالب بالفعل قلنا عنه ماذا؟ فلان طالب. بعد نحتاج نقيده، إذا أصبح طالب بالفعل نقول لا نحتاج، لأنه ما دام الإنسان متصف بالوصف فالحديث عنه لا يحتاج إلى شيء ذا، مجرد الإخبار. أقول فلان ميت وهو حي، ميت وهو حي، يجب أن يقيد ذلك بقيد، لأنه لا زال في الحياة. أما إذا مات بالفعل بعد لا أحتاج إلى قول فلان ميت. لذلك قال وتسمى الفعلية وهي ما دلت على أن النسبة واقعة فعلان، يعني حاصلة في زمن من الأزمنة، لأن الحصول له أزمان، وواحد من هذه الأزمنة يمكن يعني الماضي والحال والاستقبال. نعم. وخرجت من القوة إلى الفعل، يعني من حالة الاستعداد
إلى حالة التحقق الخارجي، حالة التحقق الخارجي كما يقولون. ووجدت بعد أن لم تكن سابقا، هي لم تكن، نقول لم تكن، هذا الإنسان لم يكن قبل يومين طالب مثلا في الحوض، الآن هو طالب بالأمس. أستطيع أن أقول ليس فلان طالب اليوم، لا أستطيع. بالأمس كنت أقول أستطيع مثلا لو كان اليوم دخل الحوض، بالأمس كنت أستطيع أن أقول هو طالب بالقوة، اليوم لا أستطيع أقول هو طالب بالقوة، لأنه الآن هو أصبح طالب بالفعل. فإذا عبرت عنه اليوم ماذا أقول؟ أقول فلان طالب، ليس هناك حادث لا شيء جديد. هذه الأمر، هذا الأمر الأول اللي هو الأصل. ثم بعد ذلك قالوا هذا التحقق الخارجي قد يكون أيضا ضروري ومتحقق، وقد يكون دائمي ومتحقق. إذا كان ضروري الضرورية دخلت، إذا كان دائمي الدائمة دخلت. لكن هنا هل يراد منه أنه ضروري فقط؟ نقول لا. هل يراد منه أنه دائم فقط؟ نقول الذي يتحقق، المتحقق. فالمتحقق الواقع فعلان، هذا الواقع فعلان قد يكون ضروري وقد لا يكون، قد يكون دائما دائمي وقد يكون وقد لا يكون. فإذا هو أعم من أن يكون ضروري أو لا، أو دائم أو لا. لذلك قال سواء كانت ضروريتان أو لا، وسواء كانت دائمة أو لا، وسواء كانت واقعة في الزمان الحاضر أو في غيره. هسه البعض قد يفهم عندما يقال شيء متصف بشيء ما بوصف من الأوصاف، فإن هذا الاتصاف الذي يقع في ذهن الإنسان أن هذا الاتصاف اتصاف كما يقال آني. عندما يقال فلان موصوف بصفة من الصفات كما عبر، هو ماذا عبر في الصفات التي أشار إليها؟ كل إنسان ماش بالفعل، عندما يسمع الإنسان هذه الكلمات قد يحصل فيه ماذا؟ قد يحصل فيه أن قضية المشي باعتبار أن الفعليات موجودة، فوجود الفعليات ماذا يفهم منه؟ يعني يفهم منه الآنيات. يعني لما يقال مثلا كل إنسان ماشي بالفعل ماذا يفهم؟ يعني ينظر إلى إنسان ويمشي أمامه، فيفهم ماذا يفهم من الفعلية؟ يفهم الآنية، يعني كما يقال في اللغة الأدبية يفهم الحال، لا يفهم الماضي ولا يفهم الاستقبال. لا الماضي مفهوم من كلامه ولا الاستقبال. لكن في الحقيقة هذا الأمر ليس كما يقال. قد يبدو في أول الأمر أن الفعلية معناها، وقد يقال أن الفعلية أكمل أفرادها هو الحال، لكن لا تعني بأن الماضي والاستقبال ليس أمر الفعلية. فالمهم أن يكون الأمر الذي ثبت للمحمود، يعني أن يكون المحمود الذي ثبت للموضوع ماذا يكون؟ قابلا لأن يكون الموضوع متصفا به فعلا، ليس فعلا، وقد اتصف به فعلا وفقط قط، وقد اتصف به فعلا، لأنه ليس من الأمور المستحيلة، وقد اتصف به فعلا. هل يمكن أن يعبر عن الإنسان الذي اتصف بالماشي بأنه ماشي فعلا؟ تقول نحن لا مشكلة في ذلك، لأنه الأمر ليس مشروطا فيه ماذا؟ الأمر ليس مشروطا فيه الآنية. فإذا لم يكن مشروطا بالآنية فالمصنف ماذا يريد أن يقول؟ يقول المصنف هذه النسبة، نسبة ثبوت المحمول للموضوع، هذه النسبة تكون ماذا؟ هذه النسبة تكون على أساس التحقق،
والتحقق هو وقت وقوع الاتصاص، ووقت وقوع الاتصاص ليس من اللازم ماذا؟ ليس من اللازم أن يكون ماذا؟ أن يكون في الزمن الحال، لأنه كما يمكن أن يكون في الزمن الحال كذلك يمكن أن يكون في الزمن الماضي، كذلك يمكن أن يكون ماذا؟ في زمن الاستقبال. ولكن المهم أن لا يكون المحمول الذي يوصف به الموضوع من الأمور التي لا يمكن ماذا؟ أن يتصف بها، بمعنى أنه فاقد لقابلية الاتصاف. عند ذلك لا مانع من أن نعبر عنه بمثل هذا التعبير. ولذلك قال سواء كانت واقعة، يعني النسبة في الزمان الحاضر أو في غيره، ناحو كل إنسان ماش بالفعل وكل فلك متحرك بالفعل. كل فلك متحرك بالفعل. وعليه على هذا الحديث، سواء كان ضروري أو لا، سواء كان دائمي أو لا، على هذا الحديث، هذه إذن القضية أعم من كل التي القضايا التي تقدمت عليه، يعني أعم من القضايا الأربعة التي تقدمت: الضرورية، المشروطة العامة، الدائمة المطلقة، والعرفية العامة. المطلقة العامة أعم منها جميعا، أعم ممن؟ أعم من القضايا الأربعة الأولى في القضايا البسيطة. فيقول وعليه فالمطلقة العامة، فالمطلقة العامة أعم من جميع القضايا السابقة. النوع الثاني أيضا من القسم. نعم قلنا هذه القضايا لا تؤخذ فيها، لا تؤخذ فيها الشواذ، هذه القضايا تؤخذ فيها يعني الجن، لا يؤخذ فيه الشواذ، هذا الأمر ما ممكن، فيؤخذ فيه الجن. فلما يقال كل إنسان ماشٍ بالفعل يعني يحتاج إلى أن يكون هناك اتصاف بهذا على نحو العموم، ليس المقصود من ذلك أنه يجب أن يكون مطبقا على الجميع. ولذلك الآن إحنا حتى الصفات اللي هي يعني تؤخذ يعني بال يعني شلون يعبر عنها، تؤخذ على أساس الذاتية، البعض من عندهم هذا، البعض من عندهم قال بأنه إما أن نعبر على أساس يعني على أساس القابلية، وإما أن نعبر على أساس العموم، فيقال بأنه الشاذ لا يقاس يعني لا يقاس عليه. بس على كل حال هكذا يعني تعبيرهم. لذلك البعض من الناس مثلا حتى الصفات الذاتية، حتى الصفات الذاتية قالوا فيها ماذا؟ قالوا فيها بأنه يمكن أن لا تكون ثابتة، حتى الصفات الذاتية اللي هي الصفات الذاتية بالنسبة لمفاهيم الأجناس، يعني الصفات الذاتية اللي هي يعني أداء الماهية من قبيل الناطق مثلا. فهذا الناطق البعض منهم ماذا؟ البعض منهم قال بأنه ليس ضروري أن يثبت كل واحد، فعبر هذا التعبير. والبعض يعني قالوا بأنه المناقشة في الفصول المنطقية أساساً، المناقشة في الفصول المنطقية ليست مناقشة على أساس أن الفصل هو أمر ذاتي، وإنما يجب أن نرجع إلى الفصل الحقيقي، لأن هذا الفصل يعبر عنه بأنه فصل منطقي. فالفصل المنطقي أساسا هو خاصته وليس فصل حقيقي. حتى على كل حال في الفلسفة يقولون مثل هذا الحديث، حتى هنا في المنطق يعبرون عنه بالفصل، ويعبرون يقولون بأن الفصل الحقيقي هو ليس الناطق أصلا، ويعني يتجاوزون هذه القضية. لذلك يقول هنا بأنه في يعني في القضية التي أشرنا لها وهي القضية الفعلية أيضا حالها كحال القضية ماذا؟ القضية الفعلية كحالها كحال التي سبقتها، يعني الضرورة أو الضرورية أو الدائمية أو يعني القضية الأخرى اللي هي الفعلية، هذه كحال يعني هذه القضايا يعني العناوين العامة لها هكذا، وكل واحدة منها
يكون من هذا. مثل ما عندنا عنوان عام هاي عام، وهذا العنوان العام كل واحد منه، مثل ما عندنا ضرورة للذات ضرورة للوصف، دائمة للذات دائمة للوصف، وهكذا فعلية بدون قيد أو شرط أو فعلية بقيد أو شرط. فيقول هكذا، مثل ما عندنا ضرورية وللذات وللوصف ودائمة للذات وللوصف، كذلك هنا أيضا عندنا فعلية وفعلية يعني فعلية بلا قيد ولا شرط مجرد التحقق، وفعلية على أساس وجود ماذا؟ وجود حالة اتصال. فهذا بعد إن شاء الله يأتي في يعني في الدرس القادم إن شاء الله. هذه اللي هو القسم الأخير من هذه القضية، ونبدأ بالقضية الأخيرة وهي أو الأخيرة من ناحية العناوين العامة، وهي القضية الممكنة، وبعد ذلك ندخل في الأقسام المركبة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.